قال عبد الله بن عمر وحو يري ذكر الدجال والدجال على وش شيء عند النبي نبي أكتيس صلى الله عليه وسلم فقال مركز الدجال وحو يري إن الله إله لا يخفى عليكم إلى هيدن كما قرصونا إن الله ليس بأعورة إلهي عور ما الدجال نوع عور إله نمو شيئا سوى عورة أيو إله نمو شيئا وأشار بيده إلى عينه نبي صلى الله عليه وسلم قعنتي سي شريفة هيد أيو إشي سي كو إشاري أسوقوا تلماما الدجال كو إنو عور يهي إلهنا جل جلاله سنعور لهيد وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى إيش مديكته وعور كيها يرسول صلى الله عليه وسلم كان عينه إيش سوى يضع عنبة حبت عنبة عنبتها صوت ضعفية سكر نقطيو قال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر الحوضي البصري وقال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال قتادة وحوري سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم وحوري ما بعث الله من نبي نبي إلهي صوم صارين وصوم ديرين صلى الله عليه وسلم يا عبشخ ما بعث الله من نبي نبي الله صمدر الا هذو نبي الله صدره انذر قومه قومكيس اوغ ديغي نبي غاسي الاعور كي عورك هاي اي قومكيس اوغ ديغي نبي كسا عوركاس الكذاب بين لها انه الدجال كاسي اعور وي وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه دجال لبديس انه دخيس وخا لو قوري رسول صلى الله عليه وسلم كافر وعلامته واضحه نبي نو شيغي صلى الله وسلم وبارك عليه قال الامام البخاري رحمه الله حرته مجسمه جيس وبخي شقاده يعني معها مجسمه لان لا انت ولا انا هذا الكاسي ما قبنه ما دهنه الهي وهو ايغي هي مخلوقات كيس ويغي والعياذ بالله والله علينا هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن سؤالش مشى تعالى وهويا شخو البخاري رحمه الله باب كان باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني يو تجري باعيننا محكودي البخاري رحمه الله لابداس روايضوت لابداقي محوكا وذي البخاري رحمه الله وجيد كي سعوها ان اوصقو ان لله تبارك وتعالى عينين لابهن دود انو اللي يهي لابداس دودنا لما مت اه كوا مخلوقاتك والسدى نسمي الله الشيء انو يريلاك الاشياء الهي وحنكم اقعابينا الشيء لكن الشيء مركان الهي كم اقعابين محور راعيي لاك الاشياء أشياء الإله لم يكن جل جلاله مركب لفظ الشيء الإله والويد نعم الله شيء ويان لكن ليس كالأشياء لما بدأ أشياء ذكالي سدو أوكال وحو ويان وحال لانا هاي أن لله تبارك وتعالى لبه اندوض يا لبه داس اندوضنا يعني لما بدأ كو مخلوقاتك وهذه بتلك طيب سؤال الله بعد وحو ويان لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا حضلك أجري أتصالها أن أسوقعتك يعني محو أجري إن الله ليس بأعور إلا وماها الله سبحانه وتعالى سدى أكله لماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم يا إلى عينه محو إشي سأشاري بيده معناه وحكى وضع رسولك صلى الله عليه وسلم مأبوذي وايي إنه سوقاته الاستحالة الجسمية يهولها سي سدى قول كان أكله في قوله النبي هذا الكيس وحكسوغان صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى عينه النبي صلى الله عليه وسلم قعنتي سو إشي سكو إشاري دلالة ناكسوغان إيدهن على أن عينه إلهي إشي يعني إشي يعني إشي يعني شيخ هلو عدر دارو ويكفى كتب الدان إلهي إشي يعني عينتي سو سفادة عينتها كسائر الأعين إلى مت ومخلوقات كي كشبهن إلهي جل جلاله ورطانا قمده هنو إشي إلهي تبارك وتعالى واسدي إشيري وكالو عياذ بالله بل نقول يا إلهي تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وصعب وتعقب مرك وحلقوب الشيء باستحال الجسمية عليه إلهي هذا الجسم النبي ومستحيل كتا إلا أن الجسم حادث وهو قديم فدل على أن المراد النفي النقص عنه مراد كحديث قال لي يا حوي إلهي الناقص معهن وصفة الكمال أي إلهي إسكلي يا جل جلاله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم مروال بإلهي تبارك وتعالى وحلقنا الزهايا نقائصة ينقصها لكن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم محوه هذا الكلام قد هاي محوه سوق هذا هو أي دجال وجسميا جسمي كان محوه تصنع مرتي إنه حادث يهي إلهنا حادث معها إلهي وقديم ويا ومستحيل عليه الجسمية ولها سي محوه هذا لواء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال تاغا ويا البخارينا محوه مرتي ماشا أسوق ليه